السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي في التسعين اللي عودناكم من خلاله نسلط الضوء على جميع ما يتعلق بكرة القدم البحرينية. قبل ما ندخل تفاصيل حلقة اليوم رحب بضيوفي الزميل الإعلامي عبد الله بنوفل وأيضا محلل قناة البحرين الرياضية الكابتن عبد الرحمن المالكي. أهلا مرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا مشاهدينا. قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الحلقة أذكركم بسؤال الحلقة: هل ترى أن العمل الإداري في كرة القدم يسير بشكل سليم، نعم أو لا؟ تقدرون تصوتون من خلال حسابنا على تويتر بحرين سبورت تي في، وأكيد راح نعرض النتائج خلال هذه الحلقة. إذن بعد توقف لعشرين يوم تعود الحياة من جديد لدوري بنك البحرين الوطني لكرة القدم. الجولة السابعة شهدت خمس مواجهات وقيمت على ثلاث ملاعب. تفاصيل الجولة مع الزميل علي رحمة. بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين عادت الحياة مجددا لدورنا بإقامة لقاءين على استاد مدينة خليفة الرياضية. افتتاح مباريات الجولة السابعة شهد لقاء بين الأهلي والشباب، مباراة لم تحمل في طياتها الكثير إذ خرج الفريقان بالتعادل السلبي حيث فشلا في الوصول للشباك طوال 90 دقيقة. المواجهة الثانية جمعت بين المالكية والاتحاد. فارس الغربية بنوايا هجومية استطاع خطف هدف مبكر في الدقيقة 16، وأضاف زميله السيد هشام عيسى هدفه الثاني بطريقة رائعة، في حين قلص الاتحاد النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها محمد عبد الوهاب. الأنظار توجهت في هذه الجولة إلى ديربي الرفاعين، خصوصا وأن الفريقان يطمحان لاعتلاء مقدمة الترتيب الدوري العام. ولكن عكس التوقعات، لقاء لم يشهد الكثير من الفرص لينتهي سلبيا دون أهداف. وعلى ملعب الأهلي كان الصراع محتدم بين الحد والنجمة، فالأول يبحث عن تصحيح موقفه والثاني يطمح لمزاحمة فرق المقدمة. الحداويون هم من افتتحوا التسجيل قبل أن يخطف النجمة التعادل في الوقت القاتل لتنتهي المواجهة بهدف لكلا الطرفين. ختام مباريات الجولة تواجه فيها المحرق مع المنامة بذكريات نهائي أغلى الكؤوس، وكما كان متوقعا أن يكون الأداء حذرا من الطرفين إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، ولكن المحرق ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن من خطف هدف مبكر عبر اللاعب عيسى موسى الذي سجل في شباك فريقه السابق، ليكون هذا الهدف كفيلا بانفراد المحرق بصدارة الدوري. طبعا هذه كان ملخص الجولة السابعة من دوري NBB. راح أخذكم في جولة سريعة من خلال تويتر وراح نرجع لهم أكيد لما يجهزون. خلنا نتكلم أبو حمد عن نتكلم أكثر عن الدوري ونتكلم بعد نهاية الجولة السابعة. وضع الأهلي ذكرت أن الوضع طبيعي، لا زال البعض يتساءل هل الوضع طبيعي، والسؤال موجه لبنوفل تحديدا. والله شوف، لو ينا بنشوف مباراة الأهلي مع الشباب، أنت تخبر الشباب يعني فريق ما خسر ولا مباراة في الدوري، لو ينا وشفنا المباراة يعني بعين دقيقة راح نشوف أن الأهلي كان أفضل من الشباب، ولكن فريق الشباب تعامل بواقعية أكثر مع المباراة، ككون دوافع الأهلي جاي ما عنده شيء خسره، دافع الأهلي اليوم أنه يجب أن يحسن صورته. الوضع طبيعي ولا لا أبو حمد؟ طبعا الوضع جدا طبيعي. ما زال أنا أقول لك الوضع طبيعي. لأن فارغ النقاط لو شفتها للحين ما زال اللي بعده 6 نقاط و4. نعم. فأنت قاعد تتكلم عن يعني مو فارق كلش كبير. نعم. نتكلم كابتن عبد الرحمن عن يعني أكثر المستفيدين، أتوقع المحرق هو أكثر المستفيدين في هذه الجولة. طبعا من خلال هاي الجولة نذكر أن هاي الجولة كانت جولة جدا عقيمة. يعني يكفي أن إحنا نعرف أن من خلال هذه الجولة أن نصف فرق الدوري الممتاز ما سجلت في هذه الجولة، جولة ما تسجل فيها إلا 6 أهداف، وهذا يعني الرقم ما صار إلا في موسم 2005-2006 بالتحديد في الأسبوع الرابع، إن في جولة كاملة 6 أهداف فقط من خلال هذه الجولة. فجولة جدا عقيمة. المحرق نفس ما تفضلت إنه هو المستفيد الوحيد من هذه الجولة لأنه وسع
الفارق بينه وبين أقرب المنافسين إلى 3 نقاط اللي هو فريق النجمة. قدر يتغلب على فريق جدا صعب، خصوصا أن المنامة كان ند في آخر 3 مواسم للمحرق، ودائما ما تكون مبارياته معه مباريات شوي صعبة على المحرق بالتحديد، فقدر ياخذ 3 نقاط جدا ثمينة كابتن سلمان شريدة. نعم، خلينا نتكلم عن المبادرة اللي أطلقها NBB تحديدا. طبعا الكل تابع المبادرة اللي أطلقها الراعي الرسمي لدورينا وهو بنك البحرين الوطني بتخصيص جوائز مالية للجماهير الحاضرة لمباريات الدوري. هذه المبادرة لاقت استحسان الكثير من الجماهير، وبدورنا نثمن مثل هذه البوادر الطيبة من قبل بنك البحرين، خصوصا بعد غياب مثل هالأمور في السنوات الأخيرة للراعي الرسمي للدوري. محمد، يعني أتوقع بعد سنوات عجاف شفنا في تحرك من قبل الراعي الرسمي للدوري. بالعكس بالعكس، بادرة جدا تستحق التقدير وتستحق الاحترام، رغم أن مثل ما قلت أنت هي لاقت استحسان، إلا أن البعض ما استحسنها، خاصة أن المبالغ الموجودة ولا المرصودة لهذه المبادرة يعني اعتبرونا جدا قليل، او هناك من ذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بان يعني مو قيمه الناس ان انت ترصد لهم مبلغ معين انه هو اللي يجذبهم، يجب ان يكون المستوى الفني هو اللي يجذب، هو العامل اللي يجذب، وليس ان الناس تجي علشان الفلوس. لكن شنو المانع انه يكون في طبعا لا لا طبعا بالعكس بالعكس، هي بادره جدا جدا ايجابيه، بادره الهدف منها اللي هو التشجيع، طالما الهدف منها اللي هو التشجيع فاذا احنا نحط يدنا في يد الاخوان في اتحاد البحرين لكره القدم من اجل تشجيع الجمهور على الحضور، لان في الحقيقه انت لو لاحظت اليوم الملاعب ما زالت ترى خاويه الجماهير، ترى جدا جدا قليله يعني. نعم، برجع لك كابتن عبد الرحمن، ولكن خلنا نشوف يعني بعض من الجماهير او عدد منهم يتساءل اذا راح تكون لهم او راح يكون لهم نصيب من قبل الاهتمام من قبل الراعي الرسمي للدوري وتحديدا بنك البحرين الوطني. الاجابه راح نتعرف عليها من خلال اللقاء اللي اجريناه مع السيد هشام ابو الفتح مدير التسويق والعلاقات العامه لبنك البحرين الوطني. نتابع ماذا قال هشام. مسؤوليتنا الاجتماعيه ارتئينا ان نطلق على الدوري دوري NBB الكروي، وكان من واجبنا ان احنا ندعم الرياضه بكل ما نقدر يعني ما نقوم فيه ان شاء الله. فاليوم يعني طيب دعمنا الاتحاد، ولكن بالنسبه لنا ما حبينا نوقف عند دعم الاتحاد فقط، حبينا الحين ندعم انشطه يقوم فيها الاتحاد. خلينا نقول ايضا الجماهير لازم يكون لهم نصيب في 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 خلينا نقول في عملية الدعم هذه. فالحمد لله رب العالمين اليوم مثل ما أقول خلقنا هالفكرة هذه، والباقي أكثر لأن الآن راح يكون عندنا حتى بعض الرعاة اللي عندهم في خلينا نقول السوشيال ميديا راح يكون عندهم أيضا هم رعاية خاصة، فراح نحاول إن إحنا بقدر المستطاع إن إحنا نشكل تشكيلة جميلة كذي لها الجماهير والإعلاميين لهم نصيب. ويمكن سمعتوا عن هاشتاج البطولة اللي أطلق الاتحاد، وعندنا ايضا خلينا نقول مصورين لهم ان شاء الله نصيب، فغير طبعا اللاعبين وغير نهايه الموسم ان شاء الله في حفله جميله. فما نحب نقط كل اوراقنا، لكن احنا اعطينا الاتحاد كلمه بان هذه الرعايه راح تكون رعايه مختلفه عن كل الرعايات السابقه، ومع احترامي الشديد لكل من رعى هذه البطوله سابقا، بنك البحرين الوطني يختلف ودوري NBB راح يكون غير ان شاء الله. إذا تابعنا كلام هشام أبو الفتح واللي دار من خلال هذا اللقاء، نتكلم يعني عن أهمية وجود راعي رسمي ممكن يثري المسابقة، إلى أي مدى أثرى NBB المسابقة لحد الآن؟ ما في شك في تغيير، ولكن التغيير جدا ضئيل وبسيط مقارنة بالرعاية الرسمية حق الدوريات الأخرى اللي على أقل تقدير اللي تحيط بالمنطقة، ولكن أن تصل أخيرا خير من أن لا تصل. صحيح. فهذه مبدأ ينطبق على دور الرعاية ودور الاتحاد في توفير الرعاية حق مسابقاتنا الكروية ومسابقاتنا الرياضية بشكل عام. ولكن شفنا كلام الأخ هشام أبو الفتح، هشام أبو الفتح يتكلم من منظور ذاتي بحكم أنه ما هو غريب على الحركة الرياضية في البحرين، وسبق له المشاركة في عملية تنسيق أكثر من مسابقة على رأسه كسيدي جلالة الملك. نعم. ولكن ما هي هاي العملية؟ مو مجرد توفير الرعاية هو اللي راح يثري المسابقة، هي عملية خطة متواصلة، خطة قصيرة المدى وطويلة المدى مع راعي رسمي يجب أن يبين ما مدى خلينا نقول الاستفادة من الراعي الرسمي في المسابقة، وما مدى الاستفادة الراعي من المسابقة.
فالعملية مشتركة في الربحية، سواء كانت الربحية معنوية أو فنية أو حتى مادية. مجرد وجود راعي لا يمكن أن يثري المسابقة، لأن ما تحكم أي ضوابط أو أي معايير أو أي خطة فنية ممكن تبين الاستفادة للطرفين. نعم، خلنا نرجع حق مباراة الجولة وتحديدا مباراة الحد واللي لعب فيها أمام النجمة. هذه المباراة يعني اللي أجريت في نادي الأهلي، وكاميرا البرنامج قدرت ترصد رأي رئيس الجهاز بنادي الحد الكابتن أسامة المالكي. نتابع ماذا قال المالكي لبرنامج في التسعين. الحمد لله على كل حال، مشكلة فرص قاعدة، يعني فرص مو معقولة قاعدة نضيع فرص، يعني ما تضيع، ولكن الحمد لله نقطة أحسن مما مش الفوز كان في يدنا، لكن الشباب ما عرفوا يخلصونها، وأعتقد الحكم وايد بالغ في الوقت، يعني خمس دقائق الجول هي في الدقيقة 96 وزود بعد، يعني 97 تقريبا دقيقة 97. الحمد لله على كل حال، لكن فريق طامن إن شاء الله قاعدين نرجع إن شاء الله من أحسن إلى الأحسن إن شاء الله. أسامة المالكي متهم من جماهير الحد أن ضحى بأفضل اللاعبين في الفريق. لا مو هاي، مو تضحية بأحسن اللاعبين، هذه كرة قدم اليوم احتراف، اليوم ما تدفع لاعب يحصل عرض أفضل يروح عنك، ما فيها أي شيء يعني بالعكس. يعني إحنا نمر بظروف شوي يمكن شوي صعبة، ولكن إن شاء الله الأيام الجاية راح تنحل إن شاء الله، راح نرجع إن شاء الله بهالفريق راجعين إن شاء الله، وبعد بنرجع أحسن إن شاء الله. محمد ذكر ظروف صعبة، وإحنا نعرف بتعادل المسلم هو الظرف اللي يتكلم عنه تحديدا يعني. إيه هو بس للتنويه، إن في حلقة سابقة قلنا الأخ أحمد المسلم ابتعد عن النادي، أحمد المسلم الآن متواجد في مجلس الإدارة على رأس مجلس الإدارة يعني، ولكن إحنا رجع نتكلم فعليا. إيه رجع رجع، وأعتقد إنه هو الآن يعني قاعد يدعم الفريق ومتابع، وهذه حسب ما كلمني الأخ أسامة المالكي ووضح لي الصورة. نعم زين، ما في شك ما في شك إن ابتعاد أحمد المسلم الفترة الماضية أثر على فريق الحد طبيعي، استغناء عن 9 لاعبين طبيعي، 9 و10 لاعبين يعني استغنيت عن فريق. أتفق مع نعم أستغني عن فريق كامل إذا أنا ما أملك المال. التسعة اللي قاعد تتكلم عنهم كم مبالغهم؟ التسعة من اللاعبين؟ التسعة أنت قاعد تتكلم عن دايو، قاعد تتكلم عن أوريك، قاعد تتكلم عن أوتشي، قاعد تتكلم فنتكلم عن رجل واحد عن محمد داوود، ومن ممكن يصعد بالفريق ونزل لا أنا أعتقد تعاملوا بواقعية ويا وضعهم على حسب وضعهم المادي. نعم. لأن كان فيه هناك داعم حقيقي لهذه العملية، متى ما قام هذا الداعم، وهذا يؤكد لنا الكلام السابق اللي قلناه أنه يجب الأندية تعتمد على ذاتها وليس تعتمد على أشخاص، ولكن للأسف الشديد الواقع الكرة البحرينية بشكل عام والأندية بشكل عام في العملية بشكل عام تعتمد اعتماد كلي على الداعم. نعم. قال بأن كابتن عبد الرحمن بأن أسامة الحد راح يرجع وواثق من كلامه أنه يرجع وليس منافس، يرجع إلى منطقة الدف، خلينا نقول المنطقة الدافئة اللي هي وسط ترتيب، ولكن استغناء عن 9 لاعبين في غياب الدعم المادي المعروف من قبل أحمد مسلم، وهي الكل عارفه. نعم. مو معناته غياب أحمد مسلم معناته عدم ظهوره في مجلس الإدارة، لا، ممكن وجوده في مجلس الإدارة بس عدم توافر الدعم المستمر من أحمد مسلم واللي نحط بين قوسين الدعم المادي، فهذه السبب بكل تأكيد. أسامة جدا صريح في كلامه، غياب المال، غياب المادة هي اللي أسفرت عن استغناء عن 9 لاعبين، وهو قوام الفريق الرئيسي. يعني أنت تستغني عن 3-4 لاعبين الفريق يعني يمر بمرحله الدروب، ما بالك تستغني عن 9 لاعبين، فشيء طبيعي يجب عليهم بجانب الاستغناء عن 9 لاعبين الاستغناء عن الاهداف اللي كانوا حاطينها او راسمينها. يعني انا عندي سؤال يعني اليوم، هل اليوم نادي الشباب او نادي المالكيه يمتلكون اكثر من اللي يمتلكه نادي الحده الان؟ حتى نقول بس المال، اكيد المال مهم جدا صح، ولكن ايضا الاختيارات اللاعبين ايضا لها دور اليوم، فلما نختار الافضل حتى بالموجود اللي عندي. نعم. هو طبيعي، انا قلت لك بس اذا بنتكلم عن المحترفين فمستحيل لبستي مستحيل ان فريق الحد. نعم. قادر نجيب مستوى اللي كانوا عنده، خاصه ان اللاعبين اوتشي يعني ياخذ مبلغ كبير في ولكن في ولكن ولكن احنا بنش على العمل اي ولكن ترى يعني لا انا اعتقد انه يعني بعد ايضا بالاختيار المناسب ممكن. نعم. ان الحد ليش ان احنا مثلا نقول ان الحد يمكن ما يرجع منافس، لا يرجع منافس، لان لا تنسى يرجع على اللغب، لا يرجع منافس على اللغب. ليش؟ لانه يمتلك الان بعد ايضا لاعبين، ترى مجموعه جيده من اللاعبين اليوم. نعم. فريق الحد ترى بالمواطنين مو فريق سيء، لا ما حد قال سيء، ما نقول سيء، لا 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 لا, لا 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 انا اقول انت يا محمد ترشح الحد من المنافسين على اللغب. عبد الرحمن قال بان فريق الحد. نعم. صعب يرجع الى المنافسه. نعم. انا اقول لك لا، من السهل يرجع الى المنافسه على ترتيب اوراقه. معطيات على شنو ابو حمد؟
بنيته على اللاعبين الموجودين عنده الان، يعني مو فريق ترى اليوم فريق هش صحيح. لا احنا نتكلم ما في ممكن صف ثاني بديل لا سمح الله تعور، لا موجودين لاعبين السوبر اللي موجودين بالفريق. لا موجودين. لما بقارن انا الحد مع الشباب والمالكية الفرق ما بين الفريقين صحيح كان الداعم الاول المال في فريق الحد عشان يكون طرف رئيسي في المنافسة، ولكن الحد لا يمتلك قاعدة، الشباب والمالكية يمتلكون قاعدة وفي استقرار فني على مستوى اللاعبين. هاي اللاعبين هذا ما خمس سنين مع بعض، الحد كل سنة يتغيرون اللاعبين بما فيهم المحترفين. المحترفين تموا فترة معينة ثلاث سنين أسفرت عن بطولات. كل نادي في البحرين تغيروا اللاعبين. لا هو يتكلم عن قاعدة. لا 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 أنا أتكلم عن ما حد قاعد يعتمد على القاعدة الآن الأندية. لا لا فرق القرى تعتمد على الأندية. الشباب والمالكية. فريق المالكية يعتمد على السيد هاشم تحت 21 سنة، عطني واحد غير يلعب. لا ما على لا من ولا لا 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 عطني عطني لاعب أساسي. سيد هاشم عطني لاعب اساسي. ما عليه ما عليه عبد الكريم الفردان لاعب اساسي. لا 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 قاعد انا اكلمك عن تحت 21 سنه. لا 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 ما يدخل تحت 21 سنه. لا تحت 21 اربع مواسم. لا يقول يمثلك قاعده يا ابو حمد. الفريق اربع مواسم نفس اللاعبين نفس اللاعبين ما غيروا. لا في محترفين. اوكي اوكي في استقرار من جانب اللاعبين. اوكي انا اعتقد إيه؟ انك تقول انه هذا هو جاي من قاعده من لا من النادي جاي كلهم جايين من قاعده النادي. اي قاعدة النادي صحيحة. انا ما اقول لك انه جاي من قاعدة النادي ان النادي ويتكلم كرافد يعني ممكن فاز الشباب. ما تكلم ان القاعدة قاعد تجيب لهم بطولات. انا عارف ولكن اليوم انت بتتكلم عن جميع الاندية اليوم. بس محمد انت قلت اليوم ما في نادي يشتغل على القاعدة. اليوم الشباب عنده رافد من فئة الشباب. المالكية نفس الشيء. لانه حقهم. لا لانه ما عندهم فلوس. مع هل احنا قاعدين ما عندهم خيار. يتعاملون بواقع. بالضبط. واللي عنده فلوس اليوم لا يمكن احنا نقول. اول شيء محمد بالعكس هاي كلام اللي قاعد نقوله على العالم كله اليوم. العالم كله اليوم وجهة نظري اليوم العالم اللي عنده المال هو اللي يجلب اللاعبين، واللي ما عنده المال هو اللي يسوي له فريق ويصدر اللاعبين. ودليل ان الشباب يستغنى عن اغلب لاعبين. لا لا انا اختلف مع هذه الرأي. محرق عنده المال محرق قاعد يصدر لاعبين من القاعده فعنده الاثنين. اي لا محرق بطل يبي يلعب جاهز اليوم. محرق قاعد يطلع نص لاعبين الاعارات. بطل ويبي بطوله يبي لاعب الجاهز. ما عليك اسمح لي ارد ابو حمد. نص لاعبين الاعارات اليوم لو تحسب قائمه الاعارات بين الانديه في البحرين مع هو اللي قاعد نقوله. محرق نص لاعبين الاعارات اللي قاعد تصير بين الانتقالات في الانديه. نعم. طالع من محرق لسبب انه هو غير جاهز اليوم لتمثيل فريق اول فيروح يكتسب خبره لانه ما راح يلاقي الخبره اللي يجب اكتسابها في. نعم. لاعب شاب فيطلع عشان يلعب اساسي في انديه الوسط والمؤخره. من رجع حق محرق؟ وايد ناس رجعوا الموجودين اليوم حق محرق اللي رجعوا اليوم. اي شو اسمه احمد جمعه رجع من الاهلي. احمد جمعه مو اساسي. مو اساسي. مو انت عشان تلعب اساسي مو شيء سهل في المحرق عشان تلعب اساسي. محرق اليوم اذا يغيب ثلاث سنين عن البطولات. نعم. محتاج انه يرجع يجيب بطوله بسرعه وهذا اللي قاعدين يشتغلون عليه الجماعه اليوم في نادي. يعني لاعب واحد بنت عليه تصور. مو لاعب واحد نفس ما قال عبد الله اليوم انت علشان تجيب بطولات بشكل سريع. نعم. زين محرق كان عنده ضعف في القاعده اخر 10 سنين ما نختلف. نعم. ولكن اليوم مع رجوع المنظومه اللي قاعدين يشتغلون عليها الاخوان في نادي المحرق اولوا القاعده جانب جدا مهم. والدليل اليوم محرق النادي الوحيد اللي يمتلك مدير فني مشرف على كل قطاع الفئات. راح نتعمق اكثر في العمل الاداري وما يحصل في الانديه ولكن راح ننتقل الان الى الفقره التحكيميه. اذا كان للبعض راي يخالف ما نطرحه فاحنا نتقبل هالشيء لكن الاخرين يجب عليهم تقبل ما يطرح في التسعين. وعدناكم في الحلقه الماضيه بان نناقش بعض الحالات التحكيميه واحنا عند كلمتنا لكن الحديث بقيه بعد هذا الفاصل.
إذن للحديث أكثر عن الحالات التحكيمية اللي جرت في الجولة السابعة صرنا وانضم معنا في الاستديو الحكم الدولي السابق جعفر الخباز محلل التحكيمي في قناة البحرين الرياضية. كابتن رحب فيك معنا في التسعين. يا هلا مرحبا. يا هلا كابتن. يعني في حالات تحكيمية كثيرة جرت ممكن في الجولة السابعة تحديدا ناخذها شوي ناخذها. يعني نتكلم ممكن عن أول مباراة الأهلي والشباب، لو تكلمنا عن الطاقم التحكيمي لإدارة هذه المباراة. طبعا مباراة الأهلي والشباب، طبعا قائد المباراة الحكم محمد بنفور. نعم. مساعد أول ياسر تريفت حكم دولي. نعم. مساعد ثاني عبد الله يعقوب على ما أعتقد درجة أولى. نعم. والحكم الرابع عيسى عبد الله حكم دولي. نعم. الحالة التحكيمية مطالبة بركلة جزاء في دقيقة 69 نشاهدها على الشاشة معنا. تفضل كابتن. هذه الحالة وراح نشاهد الإعادة عشان نتعقب عليه. تفضل كابتن. طبعا الحكم ما كان متوقع ان الكرة تنقطع من لاعب الأهلي. طبعا هو الحكم كان موجود في نص الملعب بالضبط. صارت طبعا هجمة مرتدة الى نادي الأهلي. صحيح. ما كان باستطاعة الحكم انه طبعا يوصل على ما يقارب 10 متر الى 15 متر من اللعبه. نعم. اتوقع انه المساعد الحكم شاهد المساعد الثاني بحيث انه يعطيه قرار ما اعطاه. طبعا هي الحاله طبعا في خطا طبعا خارج منطقه الجزاء، تستحق طبعا ضربه حره مباشره. نعم. وكارت اصفر الى اللاعب لان في مدافع ثاني بامكانه يغطي على المهاجم. نعم. فهذه حالة تحكيمية كان يستوجب فيها البطاقة الصفراء وضربة حرة مباشرة. نتكلم عن المباراة الثانية كابتن، المالشية والاتحاد، طاقم التحكيمي للمباراة. المالشية والاتحاد طبعا حكم دولي وليد محمود، اعتقد حكم صالات دولي. شباب. المساعد الأول أحمد جابر، والمساعد الثاني فيصل علوي دولي، والحكم الرابع إسماعيل حبيب حكم دولي. نعم. الحالة الأولى ركلة جزاء لفريق الشباب في الدقيقة الاتحاد في الدقيقة 69 نشاهد هذه الحالة. فيها تقدم، فيها تمريرة ومحاولة وركلة جزاء. إعاقة للاعب مهدي الجبار. تفضل كابتن. هذه الحالة. طبعا ركلة جزاء واضحة طبعا. نعم. لاعب الاتحاد ما كان مواجه المرمى. نعم. طبعا مشاهد المرمى المعاكس. نعم. ضربة جزاء مستحقة من غير كارت، ركلة جزاء فقط من غير كارت. نعم. قرار سليم من قرار سليم. وأثني على الحكم وليد محمود. نعم. على القرار الشجاع. نعم. زاوية الرؤية بالنسبة للحكم كانت جدا ممتازة. جداً طبعا. نعم. جدا ممتازة كانت زاوية الرؤية. لو بنتكلم ممكن عن الحالة التحكيمية الثانية، مطالبة بركلة جزاء و كارت احمر لحارس المالشيه عبد الكريم الفردان، راح نشاهدها تدخل على المهاجم مهدي عبد الجبار. هذه الحاله في الدقيقه 60 من الشوط الثاني. نعم. بابا توري هو اللي تقدم، وهنا الاشتراك اللي حصل في الكوره الماضيه الشاهدون الكره هذه الماضيه ورأسية بابا توري. هني طبعا الحكم كان خان تقدير في اللعبه. في الاساس لاعب الاتحاد هو مسك حارس المرمى. نعم. فما بني على خطا فهو خطا، فمن المفروض من الحكم كان يصفر خطا الى المالكيه وانذار لاعب الاتحاد، وبعديها يطرد حارس المالكيه بسبب رفع اليد بالمرفق. نعم. وضرب اللاعب. طبعا في خطا قبل طبعا على لاعب الاتحاد، يعني خطا الى المالكيه، بطاقه صفراء، بطاقه صفراء الى لاعب المالكيه، وطرد لحارس الاتحاد. لا، طرد لاعب الحارس المالكيه وانذار على حارس الاتحاد، على حارس الاتحاد مهاجم الاتحاد. نعم. نعم. الحاله الثالثه في نفس المباراه حاله الطرد لمهدي عبد الجبار. هذه هي الحاله في اخر دقيقتين. هناك أوه. قبل دقيقتين من نهاية المباراة هذه الحالة تحديدا. طرد مهدي عبد الجبار. راح نشاهد الإعادة. طرد مهدي عبد الجبار في الدقيقة 88 بقرار الحكم. نعم.
طبعا اثنى على الحكم وليد محمود، طبعا الحاله واضحه جدا، قرار شجاع من الحكم. طبعا اللاعب استخدم المرفق اليد في وجه اللاعب على ظهره على طول، تستحق الكرت الاحمر. نعم، اذا بنقيس القرارات التحكيميه في هذه المباراه، ركله الجزاء بالنسبه للاتحاد كانت سليمه طبعا، وبالنسبه حق القرار الثاني المفترض انذار للمهاجم الاتحاد وطرد حارس الملكية. نعم، والحالة الثالثة طرد لاعب الاتحاد. نعم، قرار سليم كان يعني من حكم المباراة. المباراة الثالثة بين المحرق والمنامة، الطاقم التحكيمي طبعا عيسى عبد الله حكم دولي، مساعد الأول إبراهيم سبت دولي. نعم، مساعد ثاني جاسم حسن درجة أولى، وحكم رابع عبد العزيز شريدة أعتقد أنه دولي بعد صراحة. نعم، دولي. الركلة الأولى شاهدناها ركلة مطالبة بركلة جزاء للمحرك في الدقيقة 19 وشاهدناها. نعم نعم، طبعا هي من الوهلة الأولى ما يبين فيها شيء، يعني يمكن إحنا قاعدين نشاهد اللقطة. نعم، أكثر من مرة طبعا، أنا عدتها يمكن أكثر من مرة. فيها ركلة جزاء إلى نادي محرق دقيقة 19. نعم، مثل ما قلت لك وعبد الله، طبعا شوف صعبة صعبة جدا على الحكم، وعلى أتوقع أن الحكم شاهد المساعد يعني في الأمور. نعم، دي كان المساعد نجأ إلى المساعد، أتوقع أنا كنت موجود في المباراة. نعم، وعلى طول كانت عيني على الحكم طالع المساعد. نعم، وطبعا المساعد ما اعطى شيء يعني. هني القرار شنو المفروض كابتن؟ طبعا هي ما فيها تحايل. نعم، ما في تحايل، يا انك استمراريه اللعب او ركله جزاء، سوري، او يا ركله جزاء او استمرار اللعب. نعم، تحايل ما فيها اللعبه، لان في عرقله من لاعب الملامه. نعم، الى اسماعيل عبد اللطيف. الحاله الثانيه في الدقيقه 70 مطالبه بركله جزاء من فريق المحرق، راح نشاهدها بعد شوي. هذه هي الحاله، مطالبة بركلة جزاء في الدقيقة 70 لفريق المحرق. حاول يبور حكم مباراة يقول ما فيها شيء ابدا. تفضل كابتن. طبعا اللعبة طبعا احتكاك طبيعي، لو شاهدنا لاعب المنامة طبعا كان على الارض ويدينا في الخلف، احتكاك طبيعي من لاعب نادي محرق بلاعب نادي المنامة، احتكاك طبيعي، وكان ممتاز الحكم انه اعطى استمرارية اللعب، ما أعطى فيها تحايل ولا شيء. نعم، فقرار سليم. قرار سليم بالنسبة للحكم. نعم. حالة الطرد وهي الحالة الجدلية أكثر، اللي البعض يتساءل في نادي المنامة تحديداً. طبعاً حارس المرمى. نعم، حارس المرمى أشرف وحيد طرد في الدقيقة 75. هذه هي اللقطة راح نشاهدها بعد شوي. داخل منطقة الجزاء محمد وائل. طبعاً هني. صفارة على محمد وائل. حسبها تحايل. ركلة الجزاء ويشر البطاقة الصفراء مهاجم المحرق. هنا القرار أيضا لحكم برا يشر البطاقة الصفراء لمهاجم المحرق المحترف السوري محمد وائل. طبعا الحكم طالب بيرجع الكرة بسبب أن الحالة التحكيمية. تفضل. هنا أيضا بطاقة صفراء. بطاقتين في نفس اللحظة طبعا، على ما أعتقد طبعا. أول شيء لاعب حارس المنامة طبعا يبي يلعب بسرعة، فريقه مغلوب. نعم، وفي هالحالة من حق الحكم أنه يوقف اللعب. نعم، وأسجل الكارت والوقت، لأن أنا محسوب عليه. مفروض يقول له الحارس من فضلك انتظر، خلني أسجل الكارت. نعم، والوقت وبعدين العب. يا ريت، أنا تمنيت من الحكم أنه يتريث شوية، يعني ممكن ناقصتها الخبرة شوية على الحالة هذه، بإمكانه يتريث، لأن أنت عطي إنذار. إذا الكرت الثاني تلفظ عليك الحارس. أنا حسب تواصلي مع الأخوان في نادي المحرق، الحارس لم يتلفظ، حكم المباراة كتب في تغريره بأنه شتم. إذا شتم هني مين يتصدق؟ إذا الحكم كتب أن الحارس شتم، والحارس يقول لك أنا ما شتمت. طبعا مصدقون الحكم، بس انا هني بعد ما يعتبر ظلم للاعب في حال عدم وجود اللاعب. انا اخوي عيسى طبعا، اذا الحكم كتب في تقرير انه شتم فهو غلطان في القرار. الشتيمه نعم
على طول كارت احمر. لا هو هو حسب اللي انا وصلني ومن خلال فريق العمل بان بعد الطرد شتم الحكم. بعد الطرد نعم. ليش عطى الكارت الاصفر الثاني؟ هذه السؤال. يعني اكيد اكيد تلفظ الحارس على الحكم نعم. على ضوها عطى الكرت الاصفر الثاني نعم. ما بعد الكرت الاحمر لو هناك في شتيمه طبعا اكيد الحكم بيذكر في تقريره هذه ذكرها وهذه اللي راجع الى الحكم طبعا نعم. يعني دائما انه الحكم بيقول لك تقول على اللاعب. يعني ممكن كان الحكم يعني يمتص حماس اللاعب. طبعا طبعا انت فريق مغلوب نعم. فريق مغلوب يمكن يعني يبغي يلعب بسرعه بسرع اللعب وطبعا اتحاد الاتحادات الاتحاد الدولي الاسيوي العربي الاتحاد دائما تسرع اللعب يعني لا تتاخر في تسجيل الكارت مثلا او عندي المايك يعني يعني خاصه في الدقيقه 75 اعتقد الطرد كان صحيح. بالامكان ان يا اخوان حفظوا لي الرقم الحارس بالامكان بس سهل الحارس ما طبعا يعني. طبعا سهل عمليه جدا سهله تسجيل الرقم يعني انا واحد من هو الانذار على كان اللاعب يعني ايقاف اللعب على اللاعب المحرك على محرك بس هو الحارس حصل انذار على استئناف اللعب بدون اذن الحكم نعم. هاي اللي اتوقع من اللعبه الموجوده نعم. استأنف في اللعب بدون اذن الحكم في ثانيتين كرتين طبعا نعم. انا ما اقول ظلم للحارس بس نعم. هي قله خبره حكم تمنيت نعم. انه كابتن نبي نتكلم عن حاله جدليه كثير تكلموا عنها الاخوان في مباراه كاس جلاله الملك المحرق الرفاع الشرقي مطالبه بركله جزاء للرفاع الشرقي هذه الحاله راح نشاهدها بعد شوي على الشاشه يعني الكثير تكلم عن هذه الحالة ومواقع التواصل الاجتماعي تداول هذه الحالة راح نشاهد العادة وأكيد راح ناخذ تعليقك هي تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة عباس وما أدراك ما عباس ما أدراك يا عباس تفضل كده طبعا هي ركلة جزاء من غير جذر يعني نعم. يعني الحكم كان جدا قريب أتوقع فرق بين اللاعبين والحكم 6 متر الى 7 متر كانت زاويه رؤيه جدا ممتازه للحكم عاب على الحكم هو نظر اللعبه الاولى نعم. ما نظر اللعبه الثانيه لما لاعب الرفاع الشرقي حاول انه يواصل اللعب فلاعب محرك طبعا عرقل رغم ان تمركزه جيد ممتاز كان تمركزه طبعا انا شخصيا كلمت الحكم في اللعبه انا ثاني يوم وصلتني اللعبه وكلمت تم ايقافه بعد هذه حسب المعلومات اللي وصلتنا من الحكم وقف بعد هذه والله ما ادري ما دخل في شؤون لجنه الحكام لكن احنا نوصل معلومه معلومه طبعا بس هو طبعا يعني الخطا وارد نعم. الخطا وارد ولكن في بطوله يعني مثل كاس جلاله يعني بالعكس من خطا طبعا كرب يعني من السيد من الحكام الجيدين نعم اكيد ما شاء الله عليه يعني بس بعد ساعات خان التقدير في اللعبه صحيح مشكله مثل ما قلت كاس وخروج فريق يعني نعم فأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق للحكام إن شاء الله احنا سعيدين كابتن بتواجدك معنا في طاقم في التسعين وأكيد راح نتواصل خلال الحلقات القادمة ونتشرف بتواجدك ضمن طاقم العالم وأنا أسعد يا أخوي عيسى ولي الشرف إن شاء الله وياكم إن شاء الله في الأيام القادمة كل التوفيق لك كابتن الجميع إن شاء الله إذن مشاهدينا قضاة الملاعب هذا الموسم انتقادات كثيرة طالتهم منذ انطلاق دورينا ووصولا إلى الجولة السابعة البعض طالب باستبعاد حكم بعينه والبعض الآخر يرى بأن الحكام كانوا جزءاً من إخفاق فريقهم عمر عبد السميع رصد لنا الموقف من خلال هذا التقرير عذراً يا سيدي الحكم آسف يا سيدي الحكم أعلم أني لا أستطيع أن أتدخل بقراراتك لكن الطرد ظالم بتلك الكلمات ينطق كل من يعيش أجواء المستديرة ويرى الفريق الذي يحب في طريقه للخسارة الحكم الذي يعتبر في عالم كرة القدم هو الشماعة التي يعلق الجميع عليها أخطاءه هو ذلك الإنسان الذي يصيب ويخطئ الحكم في دورينا كيف حاله؟ القرارات التحكيمية في هذا الموسم تعرضت للكثير من الانتقادات الواسعة على جميع الأصعدة
وفي مختلف المسابقات، لعل اللقطة الأبرز كانت السبب في وداع أبناء السعدون لبطولة كأس جلالة الملك. استمرت الانتقادات ولم تتوقف، حتى أصبح البعض يزرع الشك في مستوى الحكم البحريني الذي يعتبر آسيويا مطلبا مهما لما يمتلكه من خبرات ودقة في اتخاذ القرارات. إن كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟ لعلها الجملة الأبرز على لسان الأندية وجماهيرها. فهل أصبح القاضي متهما اليوم؟ وإن كان كذلك فمن القادر على إثبات براءته؟ سؤال لن تطول الإجابة عليه. إذن مشاهدينا بالتأكيد راح نتحدث عن الأخطاء التحكيمية، ولكن قبل ما ندخل في هذا المحور أذكركم بسؤال حلقة اليوم: هل ترى بأن العمل الإداري في كرة القدم يسير بشكل سليم؟ شاهد التصويت على الهواء الحين 9% نعم و91% لا يرون بأن الكرة البحرينية والعمل الإداري يسير بشكل سليم. نرجع أبو حمد، إن تكون أنت القاضي فمن تقاضي؟ اليوم الحكم مصدق مثل ما قال كابتن جعفر، يعني حتى لو اللاعب يدافع عن نفسه اليوم بكلمتين اكتبهم في تقريري ممكن اخليك توقف حتى 5 مباريات. شوف، هو القاضي الملعب يسمونه. نعم. فاعتقد اذا ما يتصدق الحكم فهذه كارثه. نعم. اذا احنا ما نصدق الحكم، لانه يفترض ان الحكم يتحلى كل نزاهه وبكل امانه. نعم. وطبعا ما في اي تشكيك في حكامنا انهم يتحلون بهذه النزاهه. نعم. ولكن ايضا هناك في لجنه انضباط تستدعي اللاعبين، اللاعب نفسه، تستدعي اللي كانوا حوالينا او قريبين منه. نعم. فبالتالي يكون لهم شهاده في هذا الموضوع. خلنا نتكلم عن الحاله اللي صارت اشرف. نعم. ككونها يمكن هي الحاله الوحيده اللي صار عليها لقط كبير. صحيح. يعني انا اشوف اول شيء انا اعتب على اللاعب اشرف، خاصه وانه هو ذا الرجل يمتلك دماثه الاخلاق بشكل مو طبيعي. وهذا اللي يعني لو يعني 100% متفق على اشرف انه هو من افضل اللاعبين خلقا. صحيح. وانسان متربي افضل تربيه، ولكن في الاخير هو بعد انسان، يعني هو بعد انسان، ساعات البني ادم يعني. هذا ليس تبريرا لاشرف، اشرف يستحق العقوبه متى ما ثبت صحة كلام الحكم. نعم. الله أعلم، إحنا ما عندنا بالضبط هل أشرف تلفظ أو لا. لا، ولكن بشكل عام الإنسان إحنا أحياناً بعد نكون شوية ظالمين في من ناحية واحدة، اللي هو القساوة على الواحد لما يخطأ خطأ مثل هذه. أول شيء، هل نشوف إحنا يعني سيرة أشرف ولا تاريخ أشرف، هل قام بمثل عليه في لجنة الانضباط؟ هذه أول مرة. أي شيء إذا كان أول مرة، نعتقد إذا كانت هناك عقوبة فأعتقد أنها راح تكون عقوبة أكيد مخفضة، ككون يراعون أعتقد في مثل هذه الأشياء. نعم. ولكن أنا عتبي على أشرف، الفاول لك مو عليك. لاعب السوري، لاعب المحرق، هو اللي حصل الإنذار مو لاعبك. أنت مهما تكون في حالة انفعالية إلا أن هني عليك يعني تكون أكثر اتزاناً. الأمر الآخر، وجود لاعب بحجم رينجو ولا السيد محمد عدنان كان المفروض لهم دور منذ من اول ما حصل الانذار الاصفر خارج الفريق. استبدل. اوكي. نعم. السيد محمد عدنان كان موجود يمتلك خبره كبيره، كان المفروض يشيل اللاعب يودي المرمى ماله على طول حق مثلا وهو يكلم الحكم. نعم. بحيث ما يحط اشرف في ذي الوضع، خاصه وانه يعني السيد محمد عدنان يمتلك الخبره الكبيره، فكان تدخله كان يجب ان يكون موجود. نعم. فانا يعني بشكل عام على هذه الموضوع أعتب على أشرف، وعليه أنه يعني يراجع نفسه، لأنه هو من أفضل الحراس في البحرين، من أفضل الحراس كلاعب وكخلقا. نعم. ولا راح يأثر على مسيرته متى ما اللاعب داخل نفسه فعلا هو حس بالذنب أنه هو أخطأ في حق الحكم. وحكم المباراة ممكن يعني كان يعني مثل ما ذكر كابتن جعفر خباز، كان مميز في أغلب الحالات التحكيمية. لو بنرجع عن الحالات التحكيمية اللي صار عليها لغط كثير كابتن، يعني هل الوضع والأخطاء اللي حصلت في الجولات الماضية طبيعي؟ طبعاً التحكيم جزء من اللعبة، ولكن كثرة الجدل. ما نقول إن الأخطاء. نعم. غير طبيعية، ولكن هي جزء من اللعبة. ولكن
أنا قاعد أشوف لغط كثير على لعبة أشرف وحيد والحكم عيسى. نعم. ولا أحد قاعد يتطرق إلى لقطة المالشية والاتحاد. بالعكس أنا أشوف ذيك كانت مؤثرة أكثر. ذيك كانت طرد للحارس والنتيجة كانت تقدم أو تعادل. لأنه ما صار فيها قرار. لا مو ما صار فيها قرار بالعكس. لأن الخطأ هو عدم اتخاذ القرار في طرد صح. للحارس. هذه اللعبة هي اللي كانت المفروض تكون الحدث الأبرز مو لعبة أشرف وحيد. نعم. لعبة أشرف وحيد إحنا ما نقدر نحكم حتى لو كان اللاعب دمث الأخلاق لكن نعم. في النهاية هو إنسان ممكن يخرج عن صح. النص صح. أنا ما أقدر أقول لأنه هو لاعب خلوق فيجب مراعاة لجنة الانضباط لازم تراجع في العقوبة. لا هاي كلام خاطئ أنا ما وافق هاي الكلام. لا لا لحظة مسامحة خلنا أكمل وأنا برا. تفضل. أنا كنت لاعب وأحس بشعور هاي الأمور. نعم. فاللاعب سواء كان يتكلم من خلال النص أو خارج النص في النهاية هو إنسان. صح. لا مشاعر لا انفعاليات ما حد يختلف عليها ولكن أنا أتكلم عن الحالة بحد ذاتها. أنا أشوف حالة المالشية والاتحاد لا تقل تأثير بل تزيد تأثير على حالة المحارب. نعم. هذه كان يجب أن يتطرق لها وبالعكس الحكم هذه ما تم في برنامج لا ما تم لا ما تم بالشكل المطلوب حتى في من خلال كابتن جعفر الخباز في تحليل اللقطة وضح صار في ميل كثير على تحليل جزء مباراة المحرق والمنامة. نعم. وعدم التفاعل بشكل أكبر مع المالشية والاتحاد. أنا أشوف هذه اللقطة هي اللي كان لها التأثير الأكبر في النتيجة. نعم. وكان بيكون لها تأثير حتى في 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 ترتيب الأوراق لأن الاتحاد لو 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 فايز أو متعادل بالعكس راح يجدم شوي في النقاط. بتقولي تسألني هل هي طبيعية كثرة التحكيم كثرة الأخطاء؟ لا ما هي طبيعية. نعم. ولكن ما يعاب على حكامنا المحليين هم يكونون نعم. أفضل سفراء في الخارج أمام 70 و80 ألف متفرج ولكن أمام 1000 و2000 محليا دائما تكون لهم حساسية في بعض اللقاءات لأن نعم. خارجين مميزين لأن طبيعة تحكيمهم للاعبين قد يكونون جيرانهم أو من أهلهم قاعد تضغي بعض الحساسية في اتخاذ هالقرارات. نعم. وهذه طبيعة الإنسان البحريني وليس الرياضي البحريني. نعم. دائما ما يكون عاطفي ويكون نعم. شديد الحساسية. وصلت رسالة تعقيب. أولا من ضمن لوائح لجنة الانضباط نفسها ان تراعي مثل الامر اللي انا قلته اللي نعم. هو هل اللاعب عليه تكرار مثل هذا الاخطاء ولا لا. نعم. يجب يبون الملف مال اللاعب كامل خلال السنوات الاخيرة فاللي انا قاعد اقوله هو اللي راح يصير. زين ليش هذه نعم. من ضمن لائحة لجنة الانضباط احنا راح نتابع. ثاني شيء حتى نعم. المحاكم المدنية تراعي هذا الامر. هناك احكام تبتدي كتسلسل تبتدي مثلا كغرامة من الألف عند القاضي ليه المية في نفس القضية. نعم. شلون أنا إن ما برر ولا ما ذي لا يبرر ويستحق العقوبة وأنا علي عتب. أنا أتمنى من ولكن 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 من نعم. أهم لوائح لجنة الانضباط مراعاة نعم. هذا الأمر وراح يكسب. أنا أتمنى من فريق العمل إذا يتواصلون مع أحد من لجنة الانضباط يوضح لنا أكثر في هذا القرار. خلنا نتكلم ممكن. لا بس أنا اسمح لي أنا نعم. بعد أتعاقب. تفضل. هاي رأيي. هاي رأي شخصي. أنا راح أشوف مع الأخوان. أنا تكلمت عن رأيي. أنا ما تكلمت ما أخطأتك في رأيك يا أبو حمد. لا أنا ما غلطتك رأيك في رأيك. إيه وأنت رأيك الشخصي. لا أنت عقبت على رأيي. لا أنت اللي عقبت على رأيي اللي قلت ما يصير إن وجهات النظر الحين. أنا أتكلم عن رأي شخصي. أنا ما أتكلم عن عقوبة حدثت فأنت الطالب بنص هاي العقوبة. أنا ما أتكلم عن ذي شيء. هاي رأي شخصي. لا أخوي عبد الرحمن. هو يتكلم من منظور انا راي شخصي هو يتكلم من منظور انا ما يصير يعني انا وافقه في الراي هاي راي شخصي نعم. انا رايي الشخصي ذي الشيء حتى لو نتكلم اكثر عن التحكيم ونتكلم عن لجنه الحكام تحديدا يعني قبل بدايه الموسم حسب معلومات وصلتني بانها طلبت معسكر للحكام نعم. لكن لم يتم توفير لا معسكر ملعب حشيش طبيعي ما توفر الا قبل فتره بسيطه والاكتفاء بتدريبات محليه قبل الدوري غير كذي بيزاتهم من العام اللي حصلوها اي حكم بيحكم لك في وسط الاجواء لا جاهز بدنيا لا يحصل بيزات يعني حتى الحكم اليوم لو من غلطه ايضا في هناك اشخاص يتحملون هذا الجزء. شوف المحقق الحكم القاضي في اي مكان وفي اي مؤسسه يجب ان يكون مرتاح هم يستلمون على اجر ليش؟ ليش؟, على ليش ليش لازم يكون مرتاح لان المفروض يحصلون رواتب
كثيره. نعم. يحصلون بدلات، يحصلون مميزات خاصه. ليش؟ لانه هو المفروض. لانه اي صح، لانه هو راح يتخذ قرارات وفيها يعني فرق قاعده تخسر بالمئات الالوف. نعم. راح تروح. فللاسف الشديد طبعا احنا الحكام عندنا ما ماخذين حقهم من هذه الناحيه. تقصير من مين الحين؟ لا التقصير بشكل عام من الميزانيات الموضوعه اصلا حق الرياضه بشكل عام البحرينيه، الكره البحرينيه بشكل عام. ان ما تسمح انك انت تعطي الحكم مثلا مثل ما في الدول الثانيه. هل المعسكر بعد ما تقدر تسوي له معسكر؟ لا تقدر تسوي له معسكر بس احيانا لان في ناس مشغلين في اللجنه. لا احيانا هم قاعدين يرتبون حق المحكام. لا هو يجب ان يكون التحكيم جزء مهم من المسابقات، فيجب ان يكون له يعني جزء خاص بعد. نعم. التحكيم مو شيء بسيط يعني. مفروض مثل ما تضع رزنا من العوامل الأساسية اللي هو التحكيم. نعم. إن الحكم يجي مرتاح، ولكن هذا بعد ما يعفي إن الحكم مثل ما نحن نطالب باللاعبين برفع مستوياتهم الفنية أيضا على الحكام إن يرفعون أصلا من مستوياتهم. ذاتياً؟ من لا مو ذاتياً. كيف؟ موجودة في لجنة وموجودة ذي تصحيح الأخطاء، أخذ عقوبات عليهم متى ما أخطأوا الحكام. يعني اليوم أنت لما فريق ينظلم. نعم. بسبب حكم زين في مباراة ويخسر في مثل الحالات اللي شفناها خاصة هذا الأسبوع بعد. نعم. زين هذه إن اليوم الحكم إذا ما تعاقب اليوم الحكم من قبل اللجنة. نعم. هذه تصير كارثة. ليش يشهر اللاعب اللي يعاقب والحكم يتم التكتم؟ هو تقريبا كل العالم يعني كذي يعني تقريبا. نعم. مو إن مثلا ذي العرف ليش يكون العرف؟ لأن أنت إذا كلجنة بينت ان انت عاقبته ولا ذي انت راح تضعف من شخصيته امام الفرق. نعم. فيتم سريا بس احنا نبي. نعم. اهم شيء في القرف المغلقه تتم يعني حتى تصل الى مرحله التوبيخ. ليش؟ لان هذا الحكم لو طلع مره ثانيه وعمل نفس الفعل انت تعرف انه خلاص. نعم. ما يعني ما تمت محاسبته اصلا. الاخطاء التحكيميه ما وقفت عند الحد. الكابتن صديق زويد كان له راي حول التحكيم ووجه رساله شديدة اللهجة للموجودين في المنصة الرئيسية في النادي الأهلي، يقصد فيها طبعا لجنة الحكام. نشوف شنو قال صديق زويد بعد جول التعادل في الدقيقة 97. ما يصير يعطيهم المباراة على كيفه. أتوقع يعني الكل يستهجن من التحكيم. أنا يعني ما أعرف، ما عندي رد على كابتن صديق، ممكن عندك تعقيب على ما حصل. مو على كيف يعطيهم المباراة. لا شوف بقول لك شيء واحد، من حق أي مدرب، من حق أي مدير فريق، من حق رئيس نادي، من حق لاعب يعني يبدي امتعاضه. نعم. من طريقة إدارة الحكم للمباراة. نعم. ولكن ايضا بعد يجب مراعاه امر اخر وهو شلون ان انا اعبر في كذا. يعني في فرق لما مثلا ان مثلا الحكم ما وفق في اداره الذي هذه المباراه، ما انصح طبعا في مثل الموقف اللي طلع فيه الكابتن صديق وهو انسان جدا خلوق بعد ايضا، ولكن هذا الموقف اليوم لما يقول اعطاهم المباراه هذه اصلا الان يعني يمكن امر يضره كمدرب. لان هذه تعتبر يعني تهمه مباشره باعطاء المباراه، ان الحكم اعطاهم المباراه. هذا الكلام طبعا احنا ما جايبينه منه، شفنا انا صراحه تفاجأت اني اشوف اسمع مثل هذا الكلام. عارف شلون؟ ولا احنا جايين احنا اليوم نبرر الاخطاء. نعم. يعني عارف شلون؟ لان امامنا صوره. صح. بتراويني صوره مجاعه بقول لك محزن. نعم. بتراويني صوره بستان بقول لك شيء جميل. خلنا ناخذ تعقيب الكابتن صديق زويد معنا عبر الهاتف مساعد مدرب فريق الحد. ابو جراح يعني شاهدنا اللقطه، ممكن نشاهدها من شوي. تعقيبك على اللي حصل بعد نهاية المباراة، قلت بصريح العبارة على كيف يعطيهم المباراة. مساء الخير يا عبد الله. مسك بالنور يا هلا. مسي عليكم، مسي على المحللين والنقاد اللي عندك ابو حمد وعزوز. طبعا انا اول شيء تشرفنا اطلع في هالبرنامج الجميل والناس من افضل المحللين صراحة. تسلم. البحرينية. تسلم. تشرف فيك يا كابتن، تفضل تعقيبك على اللقطة اللي عرضناها من شوي. هذه انفعال. الحين انتم تتكلمون يا الحين في هيسي وبتروح قال وبدله مرتاح.
عكس انا لما اكون اعمل شهر كامل ويا حكم يسلب المباراة مني. انا بشرح لك الواقع. تفضل اعطني مجال بعد لك حق الرد. تفضل انزل المباراة الحكم اعطى 5 دقائق. نعم. وش ضايع مال اصابة اللاعب احمد القتال صوت. نعم. وفي تبديلات. نعم. الوقت الخمس دقائق وقت كثير يعني. صح. خلصت الخمس دقائق ما صفر الحكم. من الدقيقة 90 إلى 95 ما في ولا إصابة، صار تبديل واحد. تبديل يعطي الحكم من حقه 30 ثانية وممكن ما يعطي في الوقت الإضافي. نعم. خلي أشرح لك موضوع قانوني اللي ما تتكلمون في اللجنة. أنت بعد الوقت الضائع ممكن تعطي وقت لسبب حدث. حدث شنو هو؟ إصابة، مشكلة صارت داخل الملعب أو هوشة. نعم. هذه أنت من حقك تزيد. لكن لما تعطي دقيقة ونص أنت سرحان ما تقرب وقت المباراة، ما تقرب الساعة اللي في يدك، أنت خسرتني. بس كابتن يعني عم. 4 حكام يعني مو بالحكم الساحة اللي موجود اللي عنده الوقت. يعني حتى الحكم الرابع عنده الوقت ممكن ينبه. الحكم الرابع أنا كلمته ترى، ليش تنفذ؟ لأن في الدقيقة 95 نعم. كلمت الحكم الرابع. نعم. قلت له كلم الحكم ولا الوقت خلص. قال لي تبديل، قلت له تبديل نص دقيقة. الفاول صار في الدقيقة السادسة أو 6:15. يعني بعد الوقت المضاف. بعد لو عطى نص دقيقة مو بمشكلة، بعد نقول هاي من حاجة كتبديل. لكن لما أنت عطي دقيقة نص الفريق اللي ضدنا جيد. وثاني شيء الفاول صار عقب دقيقة. الفاول يا ريت عندكم الهدف. الفاول ما كان في منطقة خطرة ترى، مو على وسط 18 ولا ضربة جزاء. فهبت الفاول في نص الملعب تقول عطيته علشان شوت فاول. الهدف قانونيا نعم. قانونيا انت ما يصير تعطي شوت فاول من نص الملعب من نص الملعب. فيعني عبد الله الحكم لازم يكون مركز. نعم. الكباتن اللي يقول لك لا تنرفز. احنا في وضع مدربين، المدرب في اي مباراه يقاط. وانا اتوقع يمكن نص المدربين في البحرين بينقلب سب الحكام. لانه يصير يخسرون من الحكام. يعني احنا الكابتن اسماعيل. نعم. فريقه ينافس على الهبوط. لا ضربه جزاء وطرد الحارس. انت ما اعطيته اياه. لو عقب المباراه قالوا الاتحاد هل الخطا كان خطا فني تكتيكي ولا خطا حكم اللي خسر المباراه؟ نعم. يعني احنا نتمنى من لجنه الحكام يشرحون حق حكامهم ان انت ترى هذه الفريق كل يعمل مثلا 13-14 عشان يطلع بهالشكل. نعم. انت كيف ضيع من عند المباراه بدون فقدت التركيز في لحظه من المباراه. فلجنة الحكام المفروض أن تبين حق الحكم أنت لازم ما تفقد التركيز، أنت مو بلاعب. ليش نواف شكر الله يروح كأس العالم مرتين؟ لا لأن أفضل الحكام. صح. نواف أخطاء قليلة. لكن إحنا الحين في أسبوع كل المباريات أخطاء تحكيمية. نعم. هذا احتجاجي يعني. نعم. لازم خسر مباريات تسبب التحكيم. أوكي بجرح. رسالتكم وصلت وأكيد يعني. بعد هذه اللقطة أتوقع راح يكون لك لقاء مع لجنة الحكام ولجنة الانضباط في النهاية. احنا راح نتابع الموضوع وياكم وراح نشوف شو اللي يوصلون للإخوان في الاتحاد. شكرا لك بجراح. نرجع ممكن حق لقطة تحكيمية ثانية أو انفعال تحكيمي ثاني، هي اللقطة يعني رئيس الجهاز بنادي المنامة أحمد جواهري. هذه اللقطة أيضا فيها انفعال كبير من قبل الكابتن أحمد. نشوف هذه اللقطة وأكيد راح أعقب عليها مع الكباتن. ابو حمد يعني بنشوف طريقة الاحتجاج بعد الطرد، وتحكينا كثير عن هذه الحالة ويمكن كابتن عبد الرحمن بعجبته، لكن هذه رئيس الجهاز يعمل بهذا الاسلوب. وراح نشوف ايضا ردة الفعل تتواصل من قبل احمد جواهري. ممكن الانفعال ابو حمد اكثر من اللاعب بالنسبة حق رئيس الجهاز. شوف ول الانفعال امر طبيعي. انا دائما اقول انت ما ناس ما قال حتى اتفق حتى ويا صديق لما يقول لك الانفعال بني ادم ترى ينفعل. ولكن اليوم انت اي مسؤول
اليوم عليه انه يعني المسؤول الجيد اللي هو يضبط نفسه في مثل هذه الحالات. نعم. هذه المسؤول الجيد. نعم. اللي وقت الغضب انت متى تعرف الحكمه متى تخرج حق الانسان؟ متى ما كان الانسان غاضب. نعم. ان شفته يتحلى بالهدوء وبالصبر هذا عكس الكلام بعدم النرفزه. اي الاخ احمد طبعا المشكله انه يعني صديق او الاخ احمد او اشرف اللي قاعدين نتكلم عنهم يعني كلهم معروفين بالاخلاق. نعم. عارف شلون؟ ولكن اليوم انا يعني عتبي عليهم الابتعاد على مثل هذه الامور صراحه. نعم. لان هذه الامور يعني اول شيء ان المفروض هم يكونون قدوه للاخرين زين سواء كان كمدربين او رؤساء اجهزه. بس ابو حمد اليوم ما يصير الكل ينتقد التحكيم ونقول التحكيم زين. لا 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 فاكيد في مشكله. لا لا ما حد قال التحكيم زين. لا انا قاعد اقول اي صح. لا لا ما حد يقول ان التحكيم زين. انا قلت لك هالاسبوع في يمكن مو هالاسبوع بس هالاسبوع بعد سبحان الله تجمعت في هالاسبوع يعني في مباراه النجم والحلو انا ما شفتها لان مو منقوله كانت تشوف في مباراه الرفاع الشرقي والرفاع في مباراه الاهلي لا بعد مباراه الاهلي والشباب مباراه المالكيه والاتحاد اي في حالات طرد ما طرد مثل ما ذكر اخوي عبد الرحمن حارس المالكيه حارس كريم الفردان المفروض يطرد في المباراه عرفت في كذا مشاهدات هذا الاسبوع وانا اقول لك على لجنه التحكيم انه يقعدون معاهم ويكلمونهم لان بالفعل الفرق قاعده تخسر. نعم. صديق اللي قال الكلام صحيح كابتن صديق ان اللاعب اليوم ولا قصدي ممكن انه يتم اقالتهم اللي هو المدربين بسبب. نعم. بسبب خساره الفرق هذه صحيح ولكن بعد هذه كلها ما يبرر ان مثلا. نعم. انا اليوم اعبر بهذا الاسلوب. نعم. في تعبير ولكن يجب ان يكون. نعم. غير اللي شفت وجهة نظرك واضحه. تعقيب سريع اذا عندك كابتن الرحمن قبل ما ننتقل. لا بالعكس ابو حمد كفو وفا في النهايه انت ما وصلت لحجم ان انت تكون مدرب او مدير فني الا عقب ما مريت في كثير من الخبرات. نعم. فهذه اكيد الخبرات دي صقلتك انت كشخص وصقلتك كمهني. نعم. لان اذا اليوم المدرب هو اللي ينفعل ما بالك اللاعب في النهاية المدرب. نعم. برا ولكن اللاعب يلعب 90. نعم. دقيقة فهو اللي معرض أكثر للانفعالات. أنا كنت بأختم ممكن يعني هالمحور ولكن خلنا نأخذ أحمد جواهري أكيد عندنا تعقيب على الموضوع. أحمد شفنا تصرفك وشفنا انفعالك أنا ما راح أذكر أي شيء ممكن تتبرر ما حدث. تفضل أحمد. أول شيء أمشي عليكم كلكم وعسى الكباتن أبو حمد وأبو عبد العزيز. هلا مرحبا. أخوان غاليين عندي اثنينهم وما شاء الله عليهم منورين الشاشة. اخوي انا مو متصل برا على الغضب اللي سويته انا اول شيء. نعم. انا متصل اوضح نقطه مهمه. اول شيء يمكن كل واحد له فتره ويقدر يعود روحه في الملعب وفي ناس ما تقدر تعود روحها في الملعب. نعم. بس الاخطاء التحكيميه للفتره زادت على الانديه مو على نادي المنامه فقط بس هل احنا اليوم نسكت على الاخطاء ونتقبل والعمل الرياضي اللي قاعد نقدمه من بداية الموسم لنهاية الموسم دي تعب مالنا وتعب الناس اللي تشتغل معانا تروح حذر بس دي على أساس غلطة والحكم يعتبرونه بشر وعفى الله عما سلف بكلمتين وخلاص وإحنا نتعاقب كإداريين أو كلاعبين أو كمدربين وين مبدأ التكافؤ؟ بالعكس احنا علاقاتنا زينه ويا الحكام ونحترمهم واخواننا وعزيزين وغالين ويا يعني ما في اي شيء بيننا وبين الحكام. نعم. بالعكس احنا ندعمهم بس بنفس الوقت نطلب من لجنه الحكام ان على الاقل تاخذ اجراءات. نعم. او حتى احنا نقول انتوا دوركم في الانديه احمد انتوا دوركم في الانديه اتوقع لازم يكون دور يعني الجمعيه العموميه وغيرها من هذه الامور، انتم ايضا تتدخلون في مثل هذه الامور، اليوم انتم اللي تمثلون الاتحاد كانديه، ممكن يكون لكم صوت مسموع، ممكن انتم تصححون الامور. صح بالعكس احنا نبي نساعد الحكام، بالعكس ندعمهم بالمعسكرات ويتطورون، بالعكس احنا يوم اللي نسمع نفس نواف شكر الله والطاقم الفني اللي وياه راحوا كاس العالم، استانسنا احنا اول من الناس هنئناهم. أكيد. ليش أول بحرين يروح يمثلنا إحنا يمثل مو يمثل نفسنا هو يمثل البحرين يمثل الرياضيين البحرينيين كلهم أكيد. بالعكس بنستانس لهم بس إحنا نقول شنو
في 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 مواقف لازم الناس بعد ترحم الجارين. احمد احمد خلينا ناخذ تعقيب من عبد الرحمن. عبد الرحمن بشكل سريع عشان ننتقل حق المحور الاخير. اخوي احمد مساك الله بالخير. مساء النور ابو العزيز. طبعا شهادتي فيك مجروحه وشهاده ابو حمد كذلك. انت يعني من الناس اللي دائما دائما اشهد لهم بالعمل الجاد والعمل المتقن. ولكن اخوي احمد انا عندي سؤال، هل تعتقد ان التقصير اليوم في مستوى الحكام تجاه بعض المباريات في الانديه هل هو تقصير من الحكم نفسه او هو تقصير من لجنه حكام في اعداد خلينا نقول مستويات تليق بالمستويات الفنية اللي وصلت لها الأندية، أو هل هي مسؤولية مشتركة؟ لا هي مسؤولية مشتركة. وأنا بالعكس ألوم اللجنة لأن ما هيئت الحكم حق المباراة. بالعكس ما ألوم الحكم، الحكم نفس اللاعب لازم أنت تهيئه حق يدير المباراة. أحمد أنا شكر لك، ممكن يعني على ضيق الوقت ممكن خذنا وجهة نظرك وعرفنا يعني وجهة نظرك في هذا الموضوع، شاكر لك وأكيد راح نتابع معاكم الموضوع أول بأول في الأسبوع القادم. شكرا لك أحمد. إذن مشاهدينا الحديث عن العمل في الإداري في كرة القدم أكيد متشعب، ولكن في حلقة اليوم بنحاول نركز على عدد من الأمور المتعلقة بالعمل الإداري. قبل ما ندخل في قضيتنا خلونا نشوف هذا التقرير. لن تستطيع يوما أن تبني منزلا رائعا من دون الاستعانة بمهندس مميز، لكنك تستطيع بناء منزل جيد بالاستعانة بمهندس جيد أيضا. الأمر لا يختلف في كرة القدم كثيرا، فأنت لن تستطيع بناء فريق لو أنك لم تمتلك الخبرة الكافية لبناء الفرق. لن تستطيع إيجاد موهبة تخطف الأضواء لو اكتفيت بأسلوب هيان وجرب. الكرة البحرينية ومن ينكر فينا أنها تعيش أسوأ أيامها على جميع المستويات، الأندية لا تقدم شيئا كبيرا، مواهب غير موجودة ومحترفين لا أحد يعلم من أين يأتون. يقال أن الإصلاح يحتاج إلى كثير من الجرأة وليس المجاملات. إدارات تتفق بعد نهاية كل موسم على أن كل واحد فينا يخطف محترف الآخر، وتمشي السنين سنة بعد سنة، وفي كل يوم نشاهد نفس الأسماء تتنقل فقط. القضية لم تقف هنا، حتى في المباريات فالقانون ينص على أن المدرب أو مساعده فقط من يستطيعان الوقوف على خط التماس. أما هنا في دورينا فأنت تشاهد الجميع يتحول بين لحظة وأخرى إلى مدرب أو غير ذلك. السؤال اليوم، هل نحن نحتاج إلى تغيير إداري كبير لإصلاح ما يجوب وراءه؟ أم أننا نعيش في خيالات لأن المشكلة أعظم؟ محمد انا باخذ الكوره وبخليها في ملعبك. يعني انت العمل الاداري خضته وتعرف مشاكله، هل اليوم احنا نعيش زمن رجعنا 10 سنوات ورا ولا احنا في عصر متطور؟ شوف بالنسبه لي العمل الاداري حاليا هو في تراجع عن السابق، وهذا لا يعني بان ما في احد الان موجود على الساحه. نعم. جيد اكيد في الساحه الان في شخص بعض الشخصيات الجيده في العمل الاداري. نعم. ولكن احنا لما بنتكلم ما نبي نجزء، نتكلم بالمجمل. اكيد بالمجمل هناك تردي، انت اي شيء تشوفه ما بناجح اذا عمل الاداري غير جيد، حتى المستويات الفنيه حتى الاداره هي اساس كل عصب كل عمل ناجح في شتى المجالات. نعم. الاداره في السابق ليش الاداره تكون جيده افضل من الادارات الحاليه؟ اولا في السابق كانت الادارات اصلا كمجالس ادارات خلينا نتكلم ونتفرع عليها للعمل الاداري اللي هو بشكل اللي هو الجهاز الاجهزه الاداريه في النادي. في السابق اللي بدش انتخابات، هل في انتخابات اليوم؟ لا اليوم ما في انتخابات حقيقيه
بمفهومها، لا، اليوم في تعامل مع واقع، لأن واقعك اليوم بهذا الشكل، أنت اليوم تكون انتخاباتك بهذا الشكل. ولكن كانتخابات مثل السابق غير ممكن. هل من يجلس في مجلس الإدارة هو الأكفأ؟ لا طبعا طبعا لا، للحاصل وللأسف الشديد. ليش؟ لأن للأسف الشديد معظم الأندية أصبحت ملكيات خاصة، أصبحت ملكيات خاصة الأندية اليوم، مو مثل السابق. ليش؟ لأن انفقد أهم محور في العملية اللي هو الجمعية العمومية. غياب الجمعيات العمومية اليوم في الأندية سببت أن يكون الأندية محصور على ناس معينين. تعال إذا بتكلمني عن يعني مثلا رؤساء الأندية مثلا وبقائهم لفترة طويلة على رؤساء دي، تعال أنت اليوم وضعك المادي بشكل عام ككرة قدم ما يغطي أن أنت اليوم الرئيس، يعني الرئيس الدعم أنت ما تقدر تشيله ولا تقدر تبادله ولا تقدر الطالب أصلا أنه ليش قاعد، لأنه هو ذي قاعد وقاعد يدفع لهم على بعض الرؤساء اللي يتمون لا نتائج ولا دفع فلوس. أنا بحول السؤال حق عبد الرحمن، هل بات الكرسي إرث للأجيال القادمة بالنسبة حق نفس الشخص؟ طبعا الكل نفس ما قال بوحمد، الكل يتعامل مع النادي كأنه ملكية خاصة، فأصبحت بمرور الزمن دائما يقول لك القانون أو العرف بمرور الزمن يعتبر قانون، فهذه السائد اليوم في مجتمعاتنا أن الكرسي أو النادي أصبح ملكية خاصة، فبالتالي بمرور الوقت أصبح إرث غير معلن. وبالتالي هو سبب من أسباب أنا ما راح أسميها هبوط، لا أنا راح أسميها انحدار في الرياضة عندنا في البحرين. فاليوم إحنا شفنا وين كنا وشنو كان تصنيفنا في 2004 وإحنا اليوم في 2017 في وين تصنيفنا، ومن هم اللاعبين اللي قاعدين يمثلوننا، ومن هم الإداريين اللي قاعدين يعتبرون نتاج هذه الأندية ونتاج هاي اللاعبين. نعم، خلنا نأخذ رأي زملائنا الإعلاميين اللي تواجدوا هذه الجولة في المنصة الخاصة بالإعلاميين، نشوف شو اللي قالوا حول العمل الإداري في الأندية. ما تشوف أنت الديون اللي تعاني منها الأندية، طبعاً تكتشف إنه ما في أشخاص يرسمون السياسات الصحيحة داخل الأندية. صحيح في اليوم أعباء مالية، لكن في نفس الوقت ما في مفكرين كيف يدر يعني يسيرون المال اللي يتحصل عليه النادي. يعني في مثل يقول مد رجلك على قد الحافك، يعني مثلا النادي مثلا محرق عنده مجمع اليوم ومدخول كبير، في نفس الوقت الديون اللي عليه اكبر من المدخول. فهذا يبين لك ان الادارات قاعده تشتغل بعدم وجود استراتيجيه ولا سياسات حتى ماليه ولا اداريه. استراتيجيات موجوده لكن طرق تنفيذها والخطط اللي تنتهجها الانديه مختلفه، ما يمكن حصرها. فأعتقد أن هناك استراتيجيات لكن تختلف في طريقة تنفيذها. الشح المالي أو الموارد المالية هي العائق لهم، ما أعتقد أنهم يتمكنون من إنجاز جميع استراتيجياتهم أو خططهم المستقبلية في ظل شح الموارد المالية، خصوصا أن وزارة الشباب قلصت الميزانية بنسبة 20%، وهذا في حد ذاته مشكلة للأندية. اليوم في أندية تتعاقد مع لاعبين 3000 دينار معاش في الشهر، فإذا يكلفك في السنة 30000 دينار وهم ميزانيته 50، يعني اللاعب يأخذ نصف ميزانية النادي. فأي نادي تتكلم عن شلون تسير أمورها؟ ففي النهاية لا في استراتيجية ولا في رسم سياسة. صحيح الموارد المالية قليلة، ولكن أيضا المفكرين واللي يسيرون الأمور المالية داخل الأندية غير قادرين على تسيير أندياتهم، لذلك تشوف الأندية يعني تسير بلا هوية ولا استراتيجية ولا خطط. يعني أنا مو مستعد أن أي في نادي في دورة جديدة انتخابية والنادي مديون عليه ديون ثقيلة وأعضاء ومنتسبين النادي يطالبوني وجماهير النادي يطالبوني بأفضل النتائج، بأفضل التعاقدات، بأفضل الأمور، يعني بأن أكون موجود حتى في المنافسات، في جميع المنافسات في مختلف الألعاب. من الطبيعي ان انا ابتعد. ارى بعض الزملاء الاعلاميين حول العمل الاداري، يعني ممكن تلخص في امور كثيره، في سوء توزيع المال، في ناس قاعده تشتغل من غير مقابل وغيرها من هذه الامور. خلنا ناخذ
الجانب الآخر من المدرجات تحديدا الجماهير أيضا كان لها رأي حول موضوع العمل الإداري وكاميرا البرنامج تواجدت ورصدت هذه الآراء. خلينا نشاهدها. تدور اللي مول أزا الشيء تخلي في الإدارة ولا ما عنده باور قوي ما تستفيد منه تخليه في الإدارة يعني نفس الإدارة هذا هي ما تغير يا شايلينا يا مرجعينا يا شايلينا يا مرجعينا أنا في التطاول يعني باللاعبين القدامى يستعينون بهم يبونهم للأندية يأخذون رأيهم في المحترفين في المدربين في جميع النواحي يعني يقول لك إداريين إذا تقول له مثلاً تسلل ما عشان تسلل أو تقول له مثلاً هاي اللعبة غلط يقول لك لا هي لعبة صح وهو ما يعرف ما عنده خلفية عن الكورة ولا عن شيء فأنا أتوقع إنك الوسطات شغالة كل مكان ليش لأن بنحط لك إداري لأن هاي شوية ريال واصل مثلاً في شغله مثلاً فبنخلي إداري في الملعب الاهتمام ما في اهتمام يعني في الكرة البحرينية بالذات كرة القدم ما في اهتمام أعتقد إن إدارات الأندية محتاجة حق تطور أكثر الإداريين الموجودين حالياً مع احترامي لهم يمكن ينظرون نظرة الإدارة بشكل سطحي مو بشكل فوقي. الإدارات هي عليها العبء الكبير في تطوير كرة القدم في البحرين. لما تكون الإدارة ناجحة وتشكل فريق ناجح يتخبطون في اختيار اللاعبين اللي يعني محترفين. المحترفين يبون من أقل ناس يعني أقل مادة بالمادة البسيطة يختارونهم. معظم إدارات الأندية من تقعد على الكراسي ما تبي تكون. وهذا غير صحي. المفروض الإدارة 4 سنوات إذا إدارة تشوف نفسها ما قدرت تسوي شيء خلصت الانتخابات من 4 سنوات المفروض بروحهم خلاص ينسحبون وما يردون يشحون مرة ثانية. بس الموجودين كثر الله ألف خيرهم يعني ترى والله اللي موجود في الإدارات بشكل عام في الأندية من درجة ثانية أو ممتازة ترى كثر الله ألف خيرهم لأن ما حد يشتري وجع راس لروحه يعني. أنا يعني ممكن لفت انتباهي شيء واحد الوسطات يقول لك الوسطات هي اللي تلعب دور في الإدارات في الأندية إيش رأيك بالكلام؟ هي يعني أنا ما أسميها وسطات أنا أسميها المحاباة. نعم المحاباة لها دور كبير. اليوم معظم الرؤساء يختارون ربعهم. نعم وأحيانا معلش أنا ما عندي مشكلة أنك أنت تختار إذا الواحد قريب منك حق تنفذ بعد أفكارك ساعات الأقرب لك ترى أفضل حق سير العمل. نعم ولكن صاحب التخصص المتمكن صاحب الخبره صاحب الاطلاع الواحد عنده رؤيه ولكن انا بس بمجرد اليوم واحد يجلس معاي في مجلس او في مكان ذي انا اروح استغضبه وان انا اجيبه اليوم ولا ان مثلا علاقتي بجيده ان انا اجيبه لا علينا بحسن الاختيار مواصفات للاسف الشديد ان ما عندنا معايير معينه لاختيار عضو مجلس الاداره. نعم مو موجود الاختيار الصح حق عضو مجلس الإدارة مو موجود معيار موجود إنه يعني هذا المكان مو حق اللي خاطره ولا أنا يعني خاطري إن أنا اليوم أصير إداري يعني رقدت في الليل قعدت الصبح بس اليوم أنا خاطري أشتغل في النادي الفلاني إنزين دي مو بشغلتك وإحنا سنين قلنا وبالعامي قلنا الخباز يشتغل خباز والزراع زراع والنجار نجار أي واحد يدخل على مهنة آخر فأنت تحدث لخبطة. نعم هل في اليوم أشخاص أو مجموعات تدير الأندية؟ طبعاً مو مجموعات أشخاص كل شخص يدير نادي شخص واحد طبعاً وفي كثير من الأمثلة وهي شيء محزن صح ولكن سوء التخطيط ضعف مجلس الإدارة ضعف الرئيس هو أدى إلى هيمنة هذا الشخص على النادي يعني مو بالرئيس لا مو شرط أنه يكون رئيس لا ترى معظم الرؤساء مو هم اللي يديرون الأندية لأن الرئيس غير متفرغ رؤساء الأندية طيب ليش ماسك النادي؟ لا طبعا شوف رؤساء الأندية عادة دائما يكونون مناصب شرفية لإبداء الدعم حق لأن في النهاية حق المنصة؟ في النهاية لا مش حق المنصة مو ناقصة المنصة وجاهة فقط لأن ترى يعني شنو في المجال الرياضي شيء جاذب لأصحاب القدرات المالية أو لأصحاب التجارة أن يكونون في المجال الرياضي لا يوجد أي عنصر جذب ولكن هناك ناس بسبب تشعب علاقاتهم مع المتنفذين في الهيئات الحكومية وفي مؤسسات الرياضة ومؤسسات النفع العام هي من تربطهم بهذه النوع من العلاقات
حتى يتمكن من الإبقاء على مناصبه لفترة طويلة. يا أخي أبو حمد بنشوف لغطات أنا بيك تعاقب عليه العمل الإداري، يعني جلست كثير على دكة الاحتياط في رفاع الشرقي تحديدا وأيضا المنتخب الوطني، لكن بهذه الطريقة كابتن أبو حمد نشاهدها شوف شلون ردة فعل ممكن بعض الإداريين غير مبرر. نتكلم بكل صراحة، شوف عساس إنه يعني ما حد يتحسس من الكلام اللي بقوله، يعني المباراة دائرة حاليا. أي تفضل. شوف عساس ما حد يتحسس من الكلام اللي بقوله، أنا آخر موسم عملت فيه كإدارة مع الفريق موسم 2000 سنة 2000، نعم. يعني قبل 17 سنة من اليوم، نعم. أنا تخيل إن من الانفعال شفت الكرسي البلاستيك، أنا كسرته، أنا جدا أعتذر عن اللي سويته، أنا جدا وقتها كنت مو إنسان، يعني مو بإداري جيد، أنا جدا كنت إداري المفروض يعني بعد السنوات اللي اشتغلتها قبل 2000 كنت المفروض أجمع الخبرة، تكون عندي خبرة وما أقوم بمثل هذا العمل، نعم. وأتذكر كان وقتها الدكتور موفق المولى مدرب عندنا، المدرب العراقي الله يذكره بالخير، قال لي ما يليق فيك تعمل هذا الشيء، نعم. أنت إنسان محترم ما يليق فيك، ولقني الدرس وحفظت الدرس، فأنا اليوم من بعد 17 سنة أعتذر عن الفعل المشين اللي أنا قمت به. أنت ممكن ما خذيت الخبرة كابتن محمد، لكن في ناس غيرك خذوا الخبرة. بنشاهد اللقطة مع يعني للأسف يعني حبيبنا وصديقنا محمد صقر، لكن شوف اللقطة هذه تداولت كثير في وسائل التواصل الاجتماعي، طريقة الاحتفال بعد التعادل، طريقة أنا طريقة يريد صراحة. ساعات كل واحد يتصرف على عفويته. تفضل. ومحمد صقر يعني دائما يتصرف بعفوية كبيرة، ولكن هاي العفوية يكون لها جانب جدا عكسي، صح. من ناحية الانضباط ومن ناحية القرارات اللي تصدر من لجنة الانضباط. سبق وأنا قلت في مواسم سابقة حتى عن محمد صقر، نوعية التصريحات اللي دائما يدلي فيها تكون عامل ضغط نفسي كبير على لاعبينه، خصوصا أن لاعبينه ما يتحلون خلينا نقول بثبات انفعالي، ولا يتحلون بالخبرة اللي يقدرون يتعاملون معها مع هاي الضغوط. فالعملية صح نفس ما قال عبد الله أبو نوفل، ساعات جني الخبرات هي ما يسقلك على مستوى الشخص وعلى مستوى المهني، ولكن في بعض الناس وهم قلة لا تنفع معاهم أي خبرات، صح. فهي مش بالكم، هي بالكيف. فأنت اليوم في إداري ناجح تتنبأ له حتى وهو تو واعد، تتنبأ أن هذا بيصير إداري لأنه عنده الحس القيادي، نعم. فأنت اليوم أمثلة كثيرة. ممكن خلنا نتكلم شوي بصراحة، ممكن يعني بحمد اليوم ما في المردود اللي يخلي الإداري اللي يعني يمتلك الإدارة والمانجمنت يعني والفن الإدارة يتواجد، لأن اليوم ما في مردود. لا شوف، هو ما في مردود في الدنيا أهم من المردود، أهم نفسك. مردودك على نفسك وشخصك واسمك، نعم. وتمثل منك كأسرة، لأن هي مسؤولية شخصية. أنت صح، شكل ظهورك يعني قدام الإعلام، شكل ظهورك قدام وسائل، قدام لاعبينك، نعم. يعني اللي ما عنده نفس يشتغل كعمل إداري اليوم متطوع أو بمبلغ زهيد جدا، ليش لا يعمل؟ لأن وايد بصير صورته أفضل من اللي قاعد يطلع عليها الآن. نعم. إحنا ما نقول ما يغلطون، إحنا نقول تعلموا من الأخطاء. يعني اللي يصير الموسم الماضي ما يصير يتكرر معاك اليوم. نعم. الموسم هذه إحنا خطأنا، يمكننا إداريين إحنا مو معصومين، بالعكس ارتكبنا يمكن كثير نقدر نسميها حماقات ارتكبناها في البداية. الإنسان انفعالاته، خوفه على فريقه، نفس ما قالت كابتن صديق إنه يعني يمكن يشلونك، يمكن هذه الأمور كلها ممكن تخليك تصدر قرارات أنت ما تأخذها ولا تمثلك أصلاً. ولكن يعني أنا أكلمك الآن شلون الواحد يصحح إن إحنا ندمان؟ لا شوف، أول شيء الإنسان المسؤول يجب أن يكون هو القدوة رقم واحد. الكابتن الفريق هو القدوة، المدرب هو قدوة، الإداري هو قدوة، مدير الفريق هو القدوة. يعني أنت إذا كان رب البيت للطبل عازفاً فشيمة أهل الدار الرد. إذا ما كان المسؤول على البيت هو إنسان يمتلك هذه الأخلاق وهذه الصفات، فش تنتظر من عياله؟ فبكرة أنت تحاسب من أصلاً وأنت تقوم بأفعال. يعني أنت حتى اللي هو المحاسبة على اللاعبين تفقدها أنت كإداري، لأن أنت تقوم بأشياء
اللاعب ما يقوم بها، فتالي انت ما تكون نموذج جيد بالنسبه للاعب. صحيح. نعم. شوف، ما في اصعب من محاسبه الشخص لنفسه. هذه دائما هو يكون الرادع الاول والاصعب. اليوم دائما يكون حب الفريق هو السبب. لا يعني مش حب الفريق كثيرين. لا لا هذا اللي سمعه يعني. لا، وخسارة 3 نقاط. لا لا لا، مش مو قضية حب فريق أو خسارة 3 نقاط. لا، ولا خسارة 3 نقاط. أنت تخسر 3 نقاط بس بصورة جيدة، ولا تخسرها بهذه الصورة. نعم. لأن أنت شنو الأشياء المترتبة على خسارة 3 نقاط؟ نعم. فيها توقيفات، فيها غرامات، فيها لاعبين ما يقدرون يمتلكون أعصاب باردة عشان يتعاملون مع مباريات بهاي الحساسية. بالذات دائما يقول لك اللاعب دائما الآخر 5 دقائق دائما تكون صعبة، فيها حساسية كثيرة. صح. فمجرد ما أنت تتحلى برود الأعصاب اللي تقدر تواصل عليه نسبة التركيز في 90 دقيقة، دائما يقول لك اللي يفوز هو اللي نسبة تركيزه أعلى. صح. أنا خلنا أذكر يعني نتيجة التصويت. هل ترى بأن العمل الإداري في كرة القدم يسير بشكل سليم؟ 8% قالوا نعم، 92% قالوا لا. تعقيبك على يؤكد هذه، يعني هذه النسبة تؤكد ما قلناه احنا في البرنامج انا واخوي عبد الرحمن. نعم بالضبط، نسبة يعني أبلغ من الواحد، ونفس نفس الاخوان الاعلاميين ونفس الجماهير، اعتقد نعم. الكل متفق. فاليوم اللي يعني بيطلع لك وبيقول لك لا ان قالوا ان العمل الاداري جيد وكذا، فمن بح انا وعبد الرحمن. نعم. ولا انت ترى الجمهور الكل و99 مرتين، فيعني انا اعتقد يعني بس اعتقد ادانه واضحه يعني. نعم. يعني دائما العمل الاداري ذو شجون ومتشعب، يعني احنا ممكن طبعا في 5-6 حلقات ما نقدر نقاط العمل الاداري، ولكن نتكلم في جزئيات يعني هي نقطه. اخوي عيسى تفضل. الكل دائما احنا لما نسمع الجماهير ليش ما يستعينون باللاعبين القدامى؟ نعم يا جماعه، ليس شرط ان اللاعب القديم شرط انه يكون اداري ماهر او اداري ناجح. ممكن تجيب واحد من برا على اللعبه، صح، ولكن عنده حس اداري، وتجيب لك واحد من داخل البيت ولكن يعمل لك ربكه كبيره. نعم. فهي اكيد تحتاج يعني للشخص الكفء انه يكون فيها الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. نعم. انا اكيد شكر لكم على حضوركم اليوم. امور كثيره ممكن احنا تجاوزنا أجزاء من الحلقة، ولكن نضيق الوقت، وأكيد أنا أتشرف فيكم وتواجدكم معي في حلقة هذه الحلقة، وأكيد راح نستمر في طرح ما هو مهم في الساحة الرياضية. شكرا لكم. شكرا. وأيضا مشاهدينا، أنا شاكر لكم على حسن انتباهكم طوال 90 دقيقة في برنامجكم الأسبوعي في 90. ألقاكم الأسبوع الجاي في نفس الموعد على قناة البحرين الرياضية. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.